الرياض تقرأ عنوان فيه كثير من الواقعية. حقيقة هو شعار في غاية الأهمية، لأنه يذكرنا بأهمية العلاقة بين المدينة والقراءة، أو المدينة والمعرفة والثقافة بصفة عامة. معرض الرياض على مدى السنوات الماضية أثبت أنه معرض مهم جدا في الحياة الثقافية العربية، وزواره من أهل الرياض ومن خارج الرياض يؤكدون أن الرياض تقرأ فعلا. لي كتابان جديدان، الكتاب الأول أزمات الثقافة، والكتاب الثاني عنوانه النقد والمقاومة. الكتاب الأول له طابع فكري عام، والثاني لا، يعني يتصل بالنقد الأدبي وعلاقة الأدب بالنقد. للمرأة حضور كثيف، هو حضور استثنائي حقيقة للمرأة في المعارض وفي الندوات وفي المنتديات في المقاهي الثقافية. أنا طبعاً أرتاد هذه الأماكن، وأرى أن الشابات والشباب يحضرون بكثرة، لكن حقيقة أن نسبة الحضور المرأة في السنوات الأخيرة بالذات مرتفع بصورة استثنائية. التكريم ثقة كبيرة من الجهة المكرمة، ولكنني أستشعر فيه أنه مسؤولية، بمعنى أنه ينبغي لأعمالي أن تكون بهذا المستوى وأفضل مما هي عليه الآن. فهي ثقة أعتز بها، ولكنها أيضا عبء إلى حد بعيد.